بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وساوى علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب الخامس من الكتاب 35، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. الحمر الإنسية أو الحمر الأهلية، اللي هو الحمار اللي بنركبه ده، اللي بيعيش معانا، اللي هو مش موجود منه عندكم في ماليزيا. ماليزيا ما عندهمش حمير، هقوم يستوردوا حمير من مصر. مصر مليانه حمير ما شاء الله، واخد بالك؟ يبقى الحمار ده، الحمار اللي بنركبه ده، اللي تقول له حا يمشي، تقول له يس يقف، يعني مستأنس، يعني يسمع كلامك يبقى مستأنس. طالما يسمع كلامك يبقى ايه؟ يبقى مستأنس. فسموه الحمار الايه؟ الانسي، يعني المستأنس. انما في بقى حمار الوحش تشوفه هناك في جنينه الحيوانات ده، تلاقيه مخطط كده، واخد بالك؟ تحاول تركبه هيهات، ما تعرفش، تقرب منه يرفصك، واخد بالك؟ حمار متوحش، يسموه حمار وحشي. وحشي يعني غير مستأنس، لا يسمع الكلام ولا يطيعك ولا ينتفع به. الحمار الوحشي يجوز اكله، تصطاده كله، فهمت ازاي؟ ده الحمار الوحشي. وما يجوز اكل لحمه، يجوز شرب لبنه. وما يحرم اكل لحمه، يحرم شرب لبنه. يبقى لبن الاتان اللي هي انثى الحمار الاهلي حرام شربه، ولكن الاتان انثى الحمار الوحشي يجوز شرب ايه؟ لبنه. فهمت بقى على القواعد؟ الحمر الانسيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلها. لماذا؟ لان الانتفاع بها في الركوب اكثر، وتمنها رخيص، فلو اباح اكلها كانت حتفنى، الناس تشتريها تسترخصها وتروح دبحها واكلها، مش هتلاقي بعد كده حمار تحمل عليه حاجه ولا بتاع. الاستفاده بيه في الحمل والجر اكثر من لحمه، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحمها حمايه لظهرها، عشان يحصل توازن بيئي برضه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 116 بعد 100 و5000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب. عن عبد الله والحسن، ولاد مين؟ ولاد سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا ايه؟ علي زين العابدين. عن ابيهما سيدنا زين العابدين، عن محمد بن علي عن ابيهما، لا ده الحسن، عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي، يبقى محمد بن الحنفية ده، يبقى ده محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي بن أبي طالب، أخو سيدنا الحسن وأخو سيدنا الحسين من مين؟ من الأب وليس من الأم، فسموه محمد، نسبوا لي أمي لأمي عشان يفرقوا بينه وبين سيدنا الحسن والحسين أولاد ستنا فاطمة، فهمت؟ يبقى ده يعني كأن محمد بن الحنفية كان ليه ابن اسمه عبد الله وليه ابن اسمه الحسن على اسم اخوه. الاثنين دول بيروا عن ايه؟ عن ابيهم اللي هو محمد ابن علي بن ابي طالب، عن وابيه اللي هو سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وعليه السلام.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. زواج المتعة اتكلمنا عليه قبل كده، النبي نهى عن زواج المتعة اللي هو الزواج المؤقت في العقد. الزواج المؤقت في العقد يعني واحد يتزوج امرأة يقول ايه الولي بتاعه بتاع المرأة يقول زوجتك ابنتي لمدة شهر او لمدة سنة او لمدة سنتين، فهمت ازاي؟ على الصداق المسمى بين التاني يقول قبلت، ده اسمه زواج متعة لانه مؤقت في العقد، فهمت ازاي؟ فده يبقى حرام. الزواج ده زواج باطل عند المسلمين الا عند الشيعة الامامية فيجوز، عندهم زواج المتعة الى يومنا هذا، والراجح انه باطل من حيث الدليل. يبقى نهى عن متعة النساء يوم خيبر، في غزوة خيبر. وغزوة خيبر دي كانت امتى؟ في السنة الايه؟ السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية. الحديبية في سنة 6 هجرية، السنة 6 خيبر، السنة 7 فتح مكة، السنة 8 على طول ماشية كده. عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. يبقى كمان في خيبر، لأن خيبر كان عندهم حمير كتير، فلما فتحوا خيبر والصحابة كانوا جعانين حصروها مدة طويلة وجاعوا، فلقوا الحمير ذبحوها وحطوها في القدور عايزين ياكلوا، فهمت ازاي؟ فالنبي لقى القدور بتغلي وفيها لحم الحمر الآلية، قال أهرقوها فإنها ركس أو نجس، فهمت؟ ونهى عن أكلها صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وعن أبي قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. كده ساعات يسموها الأهلية وساعات يسموها الإنسية وهي حاجة واحدة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. وعن أبي قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال ابن عمر حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن ابن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها، احتاجوا إليها يعني جاعوا ولم يجدوا غيرها، يعني كأنه بيقول لك لو كانت حتى مكروهة كان النبي سابهم ياكلوها، لا دي حرام بقى، فهمت ازاي؟ وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإذا قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فقلت حرمها تحريم ماذا؟ يعني تحريم إيه؟ تحريم قطعي يعني، ولا حرمها علشان احنا ذبحناها قبل ان نقسمها في الغنائم بقوا مش عارفين، يعني هو علشان حرام اكلها
ولا علشان احنا تسرعنا وطبخناها قبل ما تقسم في الغنيمة؟ فهمت؟ بقوا مش عارفين لسه. قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة، والتانيين قالوا لا، وحرمها من اجل انها لم تخمس، يعني ما دخلتش في الغنائم وتقسم. وعنه به قال وحدثنا ابو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول اصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها. انتحرناها يعني ايه؟ نحرناها يعني. فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نكفئ القدور ولا تأكل من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس انما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها لم تخمس، وقال اخرون نهى عنها البتة. البتة يعني ايه؟ بغير علة، يعني بغير علة التخميس، لا هي حرام حتى ولو خمست. فهمت ازاي؟ نهى عنها البتة يعني نهى عنها نهيا قطعيا. فهمت ازاي؟ وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن ابي اوفى يقولان اصبنا حمرا فطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اكفئوا القدور. وعنه به قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال قال البراء اصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نكفئ القدور. وعنه به قال وحدثنا ابو كريب واسحاق بن ابراهيم قال ابو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الاهليه. وعنه به قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلقي لحوم الحمر الاهليه نيئه ونضيجه ثم لم يامرنا باكله. نيئه يعني قبل طبخها، ونضيجه يعني بعد طبخها، ثم لم يامرنا باكله بعد ذلك، يعني استمر النهي على طول، يعني ما كانش ايه الامر ده امر عقوبة انها لم تخمس، لا ده كان نهي على طول. وحدثني قال وحدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عاصم بهذا الاسناد نحوه. وعنه به قال وحدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا ادري، انما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل انه كان حمولة الناس فكره ان تذهب حمولتهم، او حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية. يعني مش عارف العلة، علة الحكم، لكن هو حرام، بس هل النبي حرمها علشان هي يعني حمولة بتحمل الاثقال فوظيفتها كحمل الاثقال افضل للناس، ولا هو حرمها مطلقا سواء كانت حمولة او غيرها؟ وعنه به قال وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر، ثم ان الله فتحها عليهم، فلما امسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم اوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، يعني اكسروا الآنية كمان. فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها، يعني نكبها ونغسل الأواني بدل ما نكسر الأواني. يعني اظن الرجل ده هو سيدنا عمر يعني الخطاب، اظن كده. قال او ذاك،
يعني ولك ان ايه ان تغسلوها. ودل على انه يطهر الاناء بالغسل بغير تسبيع ولا تتريب من اي نجاسه الا النجاسات الكلبيه، والحق بها الخنزير عند الشافعيه. واضح؟ ما لم تكن نجاسه كلبيه والحق بها الخنزير، لكن اي نجاسه اخرى غير الكلاب فيغسل كفايه وخلاص. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا حماد بن مسعده وصفوان بن عيسى حاء قال وحدثنا ابو بكر بن النضر قال حدثنا ابو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن ابي عبيد بهذا الاسناد. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد بن عن محمد عن انس. محمد اللي بيروي عن انس ده مين؟ ده محمد بن سيرين. عن محمد عن انس، يبقى المحمد المطلق ده اللي هو غير معرب بالاب اللي بيروي عن سيدنا انس ده اسمه محمد بن سيرين. عن انس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اصبنا حمرا خارجا من القريه فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ورسوله ينهيانكم عنها فانها رجس من عمل الشيطان فاكفئت القدور بما فيها وانها لتفور بما فيها. وعن ابي قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك. هو عرف لك محمد في الروايه الثانيه عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله اكلت الحمر، ثم جاء اخر فقال يا رسول الله افنيت الحمر، دفنوها يعني ذبحوها كلها يعني. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. باب في أكل لحوم الخيل، هل يجوز نأكل لحوم الخيل؟ الأحناف قالوا لا، اوعى تأكلوا الخيل. ليه يا أحناف؟ أبو يوسف من الأحناف زينا زي الجمهور ياكل إيه؟ لحوم الخيل. أبو يوسف من الأحناف زي الجمهور ياكل لحوم الخيل. لكن الأحناف الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وكل الأحناف الراجح في مذهبهم إيه؟ أوعى تاكل لحوم الخيل، فعش. طب ليه يا أحناف؟ قالوا أصل ربنا بيقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما قالش لتأكلوها. الآية بتقول كده. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لكن في الأنعام قال لتأكلوا منه، وجاء في الخيل أضافها للبغال والحمير، والبغال والحمير لا تؤكل بالإجماع. يبقى كمان الحمير والبغال لا تؤكل بالإجماع، وأضيفت إليها جمع معها الخيل، يبقى الخيل كمان ما تتاكلش. فهمت إزاي؟ دليلهم من الآية يعني، لكن دليلنا إحنا من السنة أن النبي استثناها وأجاز أكل إيه؟ لحوم الخيل. دللنا من السنة مش من الآية. ويبقى ذكرها في الركوب لأن غالب النفع فيها الركوب، وليس معناه أن النفع فيها في الركوب فقط. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي يجوز أكل إيه؟ لحم الخيل. لكن ليه إحنا ما بناكلش الخيل؟ لأن يحميها ثمنها. لو جبت الخيل ودبحته هتلاقي الكيلو ثمنه مثلا 200-300 جنيه، لانه هو ثمنه غالي فهيحميها. ما حدش هيذبح الخيل بقى، لان لو ذبحها مش هيلاقي حد يشتري. تروح تشتري كيلو اللحمه ب 300 جنيه، طب ليه انا مالي؟ طب ما في غيره ب 50 وب 30 وب 70. فهمت ازاي؟ فما اجيبهاش. عشان كده تلاقي ايه، بالرغم ان الخيل يجوز اكلها الا ان حميها سعرها. فهمت ازاي؟ سعرها غالي وبالتالي ما ناكلهاش. لكن افرض اضطريت وجعان، يجوز انك انت تاكلها وتبقى حلال، مش بتاكل حرام من اجل الضروره او الاضطرار، لا ده هي حلال. ده عند الجمهور، لكن عند الاحناف لا.
وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله. محمد بن علي ومحمد بن الحنفية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. أذن في لحوم الخيل أهو الدليل هو عندنا. وعن بيقى عندنا يعني مين الجمهور؟ الجمهور اللي هم مين؟ الملكية والشافعية والحنابلة ومن وافقهم من جمهور الصحابة. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني من جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن أبي قال وحدثنيه، والبغل ده عبارة عن إيه؟ ناتج الحمار مع الخيل. والقاعدة ايه؟ اذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، يبقى البغل يحرم اكله، لانه اختلط الحلال اللي هو الخيل حلال اكله والحمار حرام اكله، لما تزاوج نتج منها نتاج يسمى البغل. هذا البغل ده اختلط فيه الحلال بالحرام، القاعدة اذا اختلط الحلال بالحرام ايه؟ غلب الحرام، يبقى البغل حرام اكله. فهمت بقى ازاي؟ وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن أبي قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب حاء قال وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وعن أبي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. ونقف على باب إباحة الضب غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا يسر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وحسن الأخلاق يا رب العالمين، وثبتنا على ذلك ووفقنا في ذلك وتقبل منا ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله.